عليكم، مرحبا بكم في قناتي. من بعد غيبة طويلة جيتكم اليوم بواحد الفيديو اللي كنتمنى الاعجاب ديالكم، وكنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في صحه جيده. فاليوم غنوجد معكم واحد التورته اللي سهله وسريعه في وقت وجيز. فغندوز النيشان الطريقه تحضير مع المقادير. حاجه كناخذوا 5 ديال البيضات، فالجيواز كل واحد وعلى حسب الطريقه اللي كيوجد بها. فهذه هي الطريقه ديالي. نضيف كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، وكاس ما عمرش بزاف ديال الزيت، وغندير جوج خمارات ديال الحلوه. غنديروا واحد القبيصه ديال الملح، فغادي نضرب بالميكسور ونعاود نرجع لكم. فغادي نبدا نضيف الدقيق ونبقى نطرب شويه بشويه حتى نحصل على القوام ديال دابا خديت تبصيل ديال الفرن ودعت ليه ورق الزبده، فدابا غنضيف ليه الخليط. فدابا غنوزعو على الجوانب كاملين ونعاود نرجع ليه. بعد ما وزعتو على القالب ديال تبصيل ديال الفرن، فدابا غنضيفو الفران على درجه مهيله. ملي تشوفو تنفخ ليا ديك الساعه وغنرفع درجه الحراره باش يطيب ليا. فدابا غندير كريمه شانتيون، عندي 3 ديال الخميشات كنستعمل هادي، نتوما قلت لكم استعمل اي وحده عندكم. وعندي الحليب بارد. ديال الحليب دابا نعاود نضيف الكاس الثاني، فغادي نضرب غنشوف الا كانت ثقيله ليا بزاف ونزيد شويه الحليب. الا كانت القوام هو هذاك فغادي نحسن عليه. يعني ضفت غير جوج كيسان ديال حليب العنبه، فهذا هو الكيك ديال الجيواز ديال البيضات مالطا. وزادت ليا شويه، فدابا غنقطع وناخذ الحجم اللي بغيت ونعاود نرجع لكم. فكما كتشوفوا ما شاء الله طلع واعر. دابا غنقطعوا في الوسط، نحاول ناخذ الحجم في حال في حال، تقريبا في حال هكايا. جي زيد شويه فغنقص من هذه الجهه، كذلك غنقص حتى من الجناب. باش يجي ايفيلي، يعني يجي مفيني مزيان. فهنا غنحاول نقص من هذه الجهه شويه. من بعد ما خديت الحجم اللي بغيت، فدابا غنسقيها السيروم اللي وجدت. Thank you.
نضيف الكريمة. لازم نوزع الكريمة. فدابا عندي الخوخ والبنان غنزين بهم، يعني غنعمر بهم الطبقة الأولى. دابا غطيت بالطبقة الثانية ديال الكريمة، فدابا غنضيف الطبقة الثانية ديال الكيك. غنسقي الطبقة الثانية ديال الكيك ديالنا. دابا غنغطي الطبقة الأخيرة بالكريمة. نزوق بالبوق من بعد ما ساليت الشكل، ساليت الطبقة ديال الكريمة على هاد الشكل. غندوم على نفس الشكل. الكريمة ما كفاتنيش، فدابا القدر اللي قدرت ندير وعملت الشكلات شوية في الجناب، فغنخليها تبرد شوية وغنكملها ديالها من بعد ما بردت ليا. فزينتها بشوية ديال الحبيبات ديال الشكلات اللي كحل في الجناب. دابا غنكتب عليها من الفوق بالكراميل، ثم يمكنكم تكتبوا بأي حاجة عندكم. كتبت هابي بيرثداي. بغيت الشكلاط الابيض فحال هكايا، نحاول نديرو فهاد الشيء هادي فحال هكايا. يعني حاولت نزينها باشياء بسيطه اللي متواجده في البيت.
هي الطارطه ديالي باقي ما قطعتهاش. كنتمنى الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم، ما تنساوش تخليو ليا لايك وكومونتير وتشاركوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش تكبر القناه ديالنا. نت كيفاش كتجي من الداخل من بعد ما كنقطعوها، كتجي رطبه في شي شكل.